يلا بقى وريني هتخرج من خانة اليك دي ازاي بقى بالزياد بتاعك. قفلت يا حلو. لا لا يا كابتن، انت بتقرص ومش عايز نزيد؟ لا ده نزيد وزيد واجيب ناس تزيد كمان. سيد يا سيد، سيد يا سيد. ايه ده يا سيد؟ معقول انت بجد جايب ناس تزيد؟ دول شكلهم جايين لعم سيد، مش سامعهم وهما بيقولوا سيد يا سيد. اه صحيح، كلم عم سيد، ناس قرايبك فرحانين بينادوا عليك هم. لا ابدا، ده الالترس بتاعي جاي يشجعني وانا بقرط على العفشه. قرايبي مين يا جاهل منك له؟ ده فرح. والفرح ده جاي علينا كده ليه بالحماس ده؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أؤمري. الأمر لله يا حبيبي، روح العب مع صاحبك بعيد. هو أنت صاحب التمنية دي يا عسل؟ تمنية يا فنانة، أنت جاية مقلة. الكابتن يبقى صاحب وقائد الفريرة. فريرة ولا شخليلة؟ والنبي ما حد خايل عليه القيادة غيرك أنت يا عسل. يلا نهايتك، إحنا عايزين نحمل جهاز العروسة بتاعتنا عليها. نعم، الفريرة F-17 تنقل جهاز عروسة ليه؟ من قلة شغل يعني؟ شوف يا عزوز يا ابني، هو من قلة شغل فعلا، خليك فير في انفعالك. لا يا عم سيد، لا يا عم سيد، لا ده انا جوع اكلها بدقة اتقشف، بس ما هنش الفريرة ولا اقلل من قيمتها ابدا. تقلل قيمة مين يا واد؟ ما تقف عيوك وتتكلم عادل، انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ لا طبعا، لا طبعا عارف الفنانة فاطمة عين، صح؟ بس برضو أنا لا يمكن أوافق إن أنا المعلمة أم ضابش. ما سمعتش كمان عن المعلم ضابش؟ فتوة إمبابة وكبيرة وحميعة وحراميها. معلم ضابش هو في حد ما يعرفوش يا أمو الغالي؟ ربنا يفك سجنه بقى. لا ما هو خارج وفرحه كمان أسبوع إن شاء الله أول ما يخلص المرابة اللي عليه، وأدينا بننقله الرفايع أهو. ولا رفايع ولا تخاجل، انا لا يمكن انزل بمستوى الفريره واقبل اشغلها عربيه كارو من اجره. انا الكابتن. ايوه يا ضابش، ضربت مين تاني يا واد؟ احنا ما صدقنا خرجت من القضيه الاولانيه. طب مات غيبوبه؟ طب الحمد لله ربك ساتر. امسك نفسك بقى اليومين دول، فرحك قرب. انا خلاص بتفق اهو. طبعا يا حبيبي، لو حد زعلني هكلمك على طول. امال سلام يا قلب امك. حضرتك يعني يا معلمه مضبش، انا كنت بس عشان الوزن يعني، انما لو رفايع زي ما حضرتك بتقولي عادي، هتبقى خفيفه يعني وهتبقى رحله ظريفه جدا. ولا يا رجاله؟ وانا مش هينفع كده بقى والله، الوزن كده زيادة. البحر يحب الزيادة، قول ما شاء الله. ولما يعني حضرتك نقع في البحر اللي بيحب الزيادة ده هيبقى زي الحال، ثلاث مراتب ازاي بس؟ خمس. ها؟ ومخددين يبقوا خمسة. خمسة؟ ما تصلي على النبي كده. اللهم صل على النبي، ده نظام سفين كده يا اختي ولا سوست؟ يا سوستي ومساعديني يا أمه. وماله يا حبيبتي؟ سيد يا سيد، سيد يا سيد. ايه الاخبار يا سيد؟ ايه الصوت ده يا سيد؟ شوفي يا عزوز يا ابني، اظن المروحه اليمين وقفت، الوزن تقيل على الفريره ولازم نتخلص من حاجه. امر منيش يا دي هيصل. نعم. ابنيش؟ امال الواد يتجوز ازاي؟
هو الواد هيتجوز في النيش؟ المعلم ضبش على سنه ورمح يخصي من غير نيش؟ مش وقت اكروبات خالص دلوقتي، وسن ورمح والكلام ده، احنا في السيرك. مش انت اللي بتقول نرمي النيش؟ انت عايز الناس تاكل وشنا؟ مش احسن ما السمك ياكل وشنا؟ يا ست هنقع في البحر. الا النيش دي سمعه العين. طب استاذنك انا ارمي النيش ولا ايه؟ ارمي يا ابني النيش في 60 ده. ارمي المراتب يا كابتن. مراتب ايه اللي ترميها يا منايل على عينك؟ لا يمكن، دي مراتب مفتخره، طبقه سفنج، طبقه لاتكس طبيعي، طبقه قطن مستورد عالي الجوده، تلبي جميع احتياجات البيت المصري الحديث واتصالك اينما كن. سعر المنتج ثابت، سعر الشحن ثابت اينما كن. طب لو قلت عشان خاطر اولع فيها بجد. ارمي يا ابني اينما كن. الوضع شكله بقى سيء. سيء يا سيء، سيء يا سيء. شوفي يا عزوز يا ابني، الوضع فعلا سيء. اخشى ان اقول لكم اننا تخلصنا من كل حمولة الفريرة ولسه في وزن زيادة. يعني ايه يا عز؟ استأذنك تلبسي الباراشوت، ده هياكل منك حتة. نعم انتوا اتجننتوا؟ عايزين تموتوني؟ لا حضرتك، احنا اوريدي بنموت كلنا as we speak. طب اشمعنى انا؟ بطلت انت يا عين امك. انا القائد وربان السفينه يذهب معها الى القاع. بس دي مش سفينه. بس ذاهبه الى القاع اهي، اخلصي بقى ونطي. طب بطلت انت. وانا مساعد القائد ومساعد ربان السفينه يذهب معاها الى القاع، يمكن يعوز حاجه. يا اختي انت اتقل وزن فينا، يعني انت اللي لازم تنطي. اتقل مني يا عصفور؟ ده انت اتفصلي مني اتنين. ده انا 45 كيلو. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. بس الكاميرا في الكرتون يعني هي اللي بتدخل 60 كيلو. مش وقته خالص دلوقتي، احنا مش في برنامج ذا بيج استلوزا. الفريرة معاكي. اذهب معاكي للقاع. ما نطتيش ليه يا شقية؟ نط انت الاول. لا لا، نطي انت الاول. طب ما تيجي نعد. واحد اتنين ثلاثة ونط سوا. يلا يا مدام لبنى عبد العزيز، الفريرة بتقع مش وقته. واحد اثنين ثلاثة. سايق يا سايق. ما ذهبتش معاها الى القاع يعني يا عم سايق؟ شوفي يا عزوز يا ابني، القاع زحمة وانا بدخل. هي حظها وحش في الحب صحيح، بس حظها حلو قوي في القاع، نزلت على المرتبة المفتخرة.